مساء الخير مشاهدينا في برنامجكم بيور فيت. بيور فيت هو برنامج طبي بيطري شامل. زي ما وعدناكم هكون معاكم انا آية جيار ودكتور حاتم بهجات مدير تحرير مجلة بنها الطبية البيطرية، كل يوم اربع الساعة 9 مساء على قناة الصحة والجمال للتعرف على خبايا واسرار عالم الطب البيطري. من اجل الكرة المنتجة، من اجل القضاء على البطالة، من اجل التغذي على بروتين حيواني امن، هكون معاكم انا ودكتور حاتم. مساء الخير يا دكتور. انا مساء الفل. ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا حاجات كتير جدا عن الحمام، وجالنا مكالمات كتير اتكلمت عن الامراض بتاعه الحمام، واتكلموا في نطاق ان في الشتاء بالذات بيواجهوا امراض كتيره. النهارده بقى عايزين نساعد كل اللي بيربوا الحمام ازاي يحافظوا على الحمام بتاعهم. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن علائق الحمام، حضرتك قلت لي عنها حاجات كتير، قلت لي عنها مكونات كتير، قلت لي بيبقى فيها ذره وفيها املاح معدنيه. انا عايز اعرف منك بقى بيبقى فيها ايه بالظبط وبنسب معينه ولا لا؟ اكيد بنسب معينه، وقلنا لو المخرج هينزل الجداول دي على الشاشه عشان الساده المشاهدين يصوروها بموبايلاتهم هيبقى انسب ليهم، وهيبان فيها كمان ان علائق الشتاء بتبقى غنية بالطاقة أكتر من علائق الصيف، لأن في جزء من الحبوب ده هي أو جزء من الطاقة المنتجة منها بتستخدم لتدفئة الجسم، إنما بتبقى محتاجة طاقة أقل في حالة الإيه، في حالة الصيف. فهو طبعا لو نزل الحاجات دي طبعا الجدول معانا هيبقى على الشاشة اهو. الجدول معانا على الشاشة. طيب، هو زي ما احنا شايفين كده طبعا ايه، واضح المكونات، بننوع في المكونات، يعني زي ما اتفقنا الذره الصفراء افضل من الذره البيضاء لسببين، فيها ماده الكاروتين اللي هي البريكيرزر او المعطي لفيتامين الف اللي محتاجه جسم الحمام، كمان حجم الحبه صغير، وبق الحمامه طبعا مسمسم ماشي، انما الحبه البيضاء الذره البيضاء بتبقى الحبه كبيره، ممكن تجرح وتعمل ايه تشققات في زوايا الفم بتاعه الحمام، وده مصدر طبعا اساسي للنشويات وبعض البروتين. بعد كده البروتين الاكثر بقى بيجي من البقوليات، والبقوليات دي بتتمثل يا اما عدس او لوبيا او فاصوليا او فول، وده طبعا لما يبقى مجروش يكون احسن، مجروش يعني متكسر شويه مش مطحون، ولكن ايه الحبه متقسمه مثلا نقول لثلاث اربع اجزاء، فبتبقى سهله الهضم بالنسبه للحمام غير ما تبقى الحبه سليمه. ايضا بنلاقي فيه كمان اللي هو الاملاح المعدنيه، والاملاح المعدنيه دي هي الجسم الطائر محتاجها، وممكن بقى يبقى فيه مثلا حجر جيري، كبريتات نحاس، في حاجات كتيره قوي برضو ظاهره في الجداول عشان الساده المشاهدين ايه ياخدوا بالهم منها، لانها مهمه في عمليات الميتابوليزم او الايود داخل جسم الحمام. فبالتنويع يعني مثلا الكتب بتقول ان ممكن يتغذى على القمح فقط، ولكن مش لمده طويله، لان طبعا القمح ما فيش كل حاجه ماشي. فاذا لو احنا نوعنا بين اربع انواع من الحبوب وتشتمل على بقوليات وضفنا املاح معدنيه، وبشرط ان الحبوب ده هي تكون نظيفه وجافه، ما هياش متعفنه، ما هياش رطبه، ده كده يبقى شيء كويس. برضو لما نقول ان احنا مش هنستهتر في الحمام، مش هناكله كسر الخبز او بواقي الاكل، ده برضو هيبقى ايه شيء كويس، لان الحيوان الحمام ده هيبني بروتين في جسمه، فلازم اديله الحاجات اللي هي الايه المواد الخام للبروتين ده هو، واللي هي مهمه قوي فيها الفول واللوبيا والعدس، بالاضافه طبعا للايه القمح والذره الصفراء يكون افضل، والاملاح المعدنيه زي ما اتفقنا. تمام. المره اللي فاتت متصل كان عنده سؤال، قال لك انه الحمام بتاعته خلف جوز، قال لك ممكن الجوز ده يبقى اناث وممكن الجوز ده يبقى ذكور، اعرف ازاي بقى الذكور من اناث؟ والله طبعا نقدر نقول ان في ثلاث حاجات نعرف بيها. الحاجه الاولانيه حجم الراس، حجم الراس في الذكر بيبقى اكبر من الانثى، وده مش عارفه عشان الرجاله بيكبروا دماغهم، لا مش كده. المهم دي واحد. رقم اتنين الحوض، اتساع الحوض. اتساع الحوض لان انت عارفه يا ايه وضع البيض بالنسبه للحمام ده زي الولاده بالنسبه لواحده الست، يعني وضع البيض البيضه عشان تخرج من منطقه الحوض فبتحتاج ان الحوض يكون واسع، دي زي الولاده. شوف بقى مثلا الدجاجه مثلا بتولد كل يوم مثلا، يبقى تخيل بقى لو واحده بتولد كل يوم، مش مره مثلا في السنه وبنقول عليها ده زي الارنبه، لا. فاذا الحوض بيبقى واسع في الايه؟
في الانثى وضيق في الذكر. ده بيعرفه المربي بان هو بيضغط حوالين فتحه المجمع او المخرج بتاعها او الشرج يعني بمعنى اصح، بيشوف اتساع الحوض. وبالخبره هيبص يلاقي اتساع الحوض هيبقى ضيق، العظم بتاع الحوض هيبقى ضيق في الذكور وواسع في الايه؟ واسع في الانثى. ده في كبير وصغير. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الحاجه الثالثه بقى، احنا قلنا حجم الراس واتساع الحوض، والحاجه الثالثه اللي هي لون الريش. لون الريش احنا عارفين طبعا ان في الثدييات المحدد للجنس هو الذكر، لانه بياخد كروموسومات اكس واي. انما في الطيور العكس، الذكر اكس اكس والانثى اكس واي، فكروموسوم واي لا يحمل اي جينات. فلما نيجي نقول بقى ايه، لما بتيجي بتنفصل الجاميتات وكلام العوامل الوراثيه ده، هي بنبص نلاقي الانثى جالها اكس من ابوها وجالها واي من امها، فواي معلش كروموسومات واكس عليه، فنقول الاناث هتاخد لون ابائها، الاناث تاخد لون ابائها. الطلبه بتدرس الحاجات دي كلها دكتور؟ طبعا في علم الوراثه، وفي هندسه وراثيه وقص جينات وقص، يعني في ايديتنج، جين ايديتنج وجين، يعني بيعملوا حاجات رهيبه، والدراسات العليا كمان، والناس اللي بيسافروا كده وبعثات اشراف مشترك في اليابان وفي حتى لو في ما فيش امكانيات في مصر بيتعلموها بره، وبيجوا بقى بيثرونا بيخلوا لعابنا يسيل على المعامل المتطوره في اليابان. ويا ريت الدوله تدي اهتمام للبحث العلمي والفند المخصص ليه، او نقول ايه، التمويل بتاع البحث العلمي. طب في بحث علمي حضرتك تذكره مثلا اتعمل بره حلو بس صعب تنفيذه هنا او ما فيش حاجة صعبة؟ اصل انا دلوقتي اهم حاجة حاجتين، انا عندي الطلبة بتوعي يتعلموا، هو انا سفرتهم يتعلموا وراجعين كده واجيبوا محبطهم؟ ما لازم اعملهم معامل هنا. في مشاريع بحثية كتيرة بس لسه ما خرجتش للنور. لا يا فندم، موجودة، وفي الاس تي دي اف او صندوق تمويل البحث العلمي او ساينس اند تكنولوجي، ده موجود. بس في بعض الحاجات اللي هي بقى ايه، انت عارفه، في كتابه البحث، في كتابه المشروع، لو الناس تجيد كتابه المشاريع ممكن تفوز بمشاريع كبيره قوي وتمويلها بالملايين. بنبص نلاقي ايه، يحصل كول، او يبقى في مثلا دلوقتي ده الناس تقدم على مشاريع وبعدين ما حدش ياخد، او عدد قليل قوي، وبقيه المشاريع بتخصص لها فلوس وكده، علشان احنا مش عارفين نكتب كويس او كده. فلو الباحثين ركزوا شويه وتعلموا ازاي يكتبوا المشروع البحثي، ممكن يفوزوا بفند كبير او تمويل كبير، وممكن من الدول الاوروبيه كمان، يعني في الاتحاد الاوروبي، في حاجه اسمها الاريس. طب في حد هنا في مصر عمل بحث في الطب البيطري وطلع للنور وطلع بره؟ في انت شوفي، كليتي خدت بحث اسمه مشروع، كان اسمه مشروع التميز في الابحاث العلميه، مركز تميز في الابحاث العلميه، اللي هو سنتر اوف اكسلنس ان ساينتفك ريسيرش، او اسمه سيزر. دي خدته كام، 7 مليون و300 الف. عملنا اكيد عندنا المعمل المركزي حاجه روعه، يعني الناس اللي بيجوا يزورونا ومساعد الوزير بيجوا يزورونا، ومن كليات طب ومن كليات تانية وجامعات تانية، يقول لك عندكم حاجات مش موجوده في اليابان وفي امريكا، لان كان في فند والناس تعاونت وكتبت بحث كويس او مشروع بحثي كويس. وكان الدكتور ايمن سمير والدكتور عفاف دسوقي كانوا على قمه هذا العمل، وطبعا دلوقتي مكسب كبير قوي للكليه. فماني، وفي عندنا مشروع تاني ب 4 مليون جنيه خد الدكتور احمد عبد الحافظ عبدين في الكليه عندنا، ده مدرس او استاذ مساعد الطب الشرعي والسموم. فكل الحاجات دي بتثري البحث العلمي وبتثري امكانيات الكليه، وبتاخد بايد الباحثين لان هم يحققوا احلامهم. الطموح العلمي والشغف العلمي ده زي ما قلت لك المره اللي فاتت، كنت بتربي ايه وكلام من ده، قلت لك احنا ده راس مالنا، ان احنا نسعد بالبحث العلمي ونسعد بان احنا بنقدم حاجه للطلبه بتاعتنا كويسه ومقنعه وكده. يعني تمام. معانا مداخله، معانا الدكتور حسن عباس العميد السابق لكليه طب بيطري جامعه اسيوط. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، تمام الحمد لله. قول لي يا دكتور، برنامج زي ده مهم، ومهم ان الطلبة تتفرج عليه؟ اكيد طبعا، يعني احنا للاسف في مجال بتاعنا مجال الطب البيطري يعني ينقصنا بصراحه الدعايه الكافيه بالمهنه، يعني نعرف اهميه الطب البيطري. للاسف ان احنا في مصر الطب البيطري بشكل عام بيبقى يعني مش واخد حقه للامانه. اكيد، واكيد في ابحاث علميه من رسائل الماجستير والدكتوراه محتاجه تخرج للنور. اكيد طبعا، اكيد زي ما بقول حضرتك، يعني مهم قوي نعرف الناس بالمهنه بتاعتنا، نعرف الطب البيطري. يعني زي ما بقول لك يقال تقدم الشعوب في بعض الدول الاوروبيه وفي امريكا بيجي الطب البيطري نمره واحد، المفروض يعني طبعا بالظبط كده. فاحنا للاسف ان احنا الناس بتاخد فكره عن الطب البيطري ان يقول لك ده مثلا دكتور البهايم او ده دكتور الحمير، وللاسف ما يعرفش ان الثروه الحيوانيه والثروه الداجنه في مصر مهم جدا جدا ان احنا نشتغل عليها ونحافظ عليها طبعا، عشان نعمل اكتفاء ذاتي في الاول لمصر او للشعب المصري، وبعد كده ليه ما نفكرش في التصدير كمان؟ يعني ليه ما نفكرش بشكل اوسع ان احنا نوصل اكتفاء ذاتي مثلا من اللحوم الحمراء او من اللحوم البيضاء، لحوم الثروه الحيوانيه، الابقار والجاموس والاغنام والماعز، اللحوم البقري واللحوم الضاني، الطيور بقى، الدجاج، الارانب، الرومي، البط، الحمام. يعني انا شايف بتكلموا على الحمام واهميه الحمام والتغذيه في الحمام وفعلا طلع في ناس كتير وهي بتربي والأمراض. بتيجي امراض بالظبط، فبتستفيد اكيد من البرنامج يعني. اكيد 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 اكيد. فبصراحه انا سعيد جدا وبشكر حضرتك وبشكر الدكتور حاتم. حضرتك عندك مقترحات حابب تقولها مثلا نتكلم فيها، مواضيع نفتحها؟ والله انا بالنسبه لي طبعا بحكم التخصص، يعني انا اصلا استاذ تغذيه وتغذيه كلينيكيه وامراض سوء التغذيه، ف يعني كنت حابب بس اتكلم ولا ادي فكره صغيره عن التغذيه في الحمام، لانها شويه يمكن الحمام طبعا مش واخد حقه في المجال بتاعنا، على اساس ان شغله كله بيبقى شغال على تغذيه الدجاج او الدواجن، التربيه اللي هي البدارة، التسمين، والبياض، وشويه الناس برضو بتهتم بالرومي شويه او بالبط والوز شويه، او في برضو دلوقتي شغل على السمان، لكن الحمام ما واخدش جزء كبير، بالرغم ان التربيه في الحمام او التغذيه يعني مربحه جدا لو هنتكلم حتى من الناحيه الربحيه. الناحيه القيمه الغذائيه للحوم بتاعت الحمام عاليه جدا، ولحم يعتبر لحم طري قيمته الغذائيه عاليه جدا، سهل الهضم، نسبه الكوليسترول فيه بتبقى اقل زي لحم الارانب كده، وبالتالي مهم جدا الناس تاخد يعني او ناخد بعين الاعتبار نبص شويه على مزارع الحمام لو هنعمل حظائر للحمام او التربيه. في مزارع للحمام؟ مش مزارع بمعنى كلمه مزارع، في تربيه الحمام في حظائر، فيها يعني في حاجات، في تربيه في ابراج وفي تربيه في حظائر، بتبقى التربيه المقفوله وبيتعمل لها بتبقى لها برنامج معين في التربيه، و التغذيه بتاعتها طبعا بتبقى مهمه جدا جدا جدا، لان الحمام محتاج في العلاقه بتاعته او في الاكل بتاعه نسب بروتين اساسيه، يعني المفروض ما تقلش عن 15 ل 17% بروتين، وفي كميه طاقه برضه ما تقلش تقريبا عن 3000 كيلو كالوري لكل كيلو جرام من العلف بتاعه، بالاضافه الى الاملاح المعدنيه، والثلاث حاجات دول اساسيه في العلاقه بتاعته وفي التركيبه بتاعته. طبعا دول يجي من مكونات علف كتير جدا، اهمها طبعا بيبقى حاجات خاصه بالحبوب او مجموعه الحبوب بشكل عام. طب دلوقتي يا دكتور، مربي الحمام بيعرف الكلام ده منين؟ ما هو لازم برنامج زي ده لازم حد بالضبط ينزل يتكلم معاهم. بالظبط بالظبط، ما ده دي حاجه مهمه جدا، عشان كده انا بقول اهميه البرنامج ده. يعني احنا عندنا مثلا حاجه زي كده، مش عايز اقول مهمله، لكن للاسف ما عليهاش او ما فيش ضوء عليها، لازم نسلط الضوء على الحاجات اللي شويه الناس مش يعني مش ما عندهاش فكره، برغم زي ما بقول لحضرتك يعني بحسبه بسيطه، انا لو عندي جوز حمام اب وام في الموسم باختصار، يعني لو هحسبها حسبه صغيره جدا، يعني زوج حمام اب وام تقريبا بياكلوا حوالي من 40 الى 45 كيلو علف في السنه تقريبا، وبيدوني خلفه حوالي من 10 ل 12 زوج حمام اللي هو احنا بنسميه الزغاليل، واخد بال حضرتك؟ هنتكلم عنه النهارده. لو انا قلت بالمسمى ده، لو انا عندي 12 زوج او جوز حمام زي ما نقول باللغه الدارجه بتاعتنا، تقريبا دلوقتي الجوز الحمام وصل حوالي 40 جنيه. فلو انا قلت انا ال 12 جوز دول في 40 جنيه او 10 بس في 40 جنيه ب 400 جنيه في الموسم، ده من اب وام واحده، واخد بال حضرتك؟ بياكلوا حوالي 40 كيلو علف، كيلو العلف تقريبا ب 65 قرش الكيلو او ب 70 قرش،
يعني تقريبا بحوالي هقول 50 كيلو في 50 كيلو علف في 60 قرش او في 70 قرش بحوالي يعني كام تقريبا، يعني ما كملتش مثلا 50 جنيه، تمام 50 مظبوط، جنيه او 60 جنيه، تمن انا جوز واحد، تمن بيديني جوز واحد بيديني يعني. بيديني انتاج تقريبا 400 جنيه او 450 جنيه. يعني انا عايز اقول هو يعني حتى من الناحيه الربحيه لو هقول مشروع ده بالظبط مشروع مربح جدا، هقول ان في مثلا في تكلفه رعايه وبتاع مثلا 10% او 20% او 30%، هقول تقريبا زي ما بيقول الدكتور حاتم 8 جوز او جوزين، يبقى انا عندي ربح تقريبا 10 جواز في الموسم الواحد. ده لو انا عندي يعني اب وام، لو انا عندي بقى قطيع كبير مثلا 100 ولا 200 ولا 300 ولا 1000، لو ناس مهتمه. لا يعني الموضوع مهم جدا، او الموضوع أكيد. بصراحه يعني انا يا رب اشكركم نكون انكم قدرنا نسلط الضوء على الطب البيطري ونقدر نعرف الناس كمان حاجات أكتر عن تربية الحمام. شكرا دكتور دكتور حسن. حسن، دكتور حسن وإن شاء مساء الخير. الله تدخل مداخلات معانا تانية إن دكتور شاء حسن الله. مساء الخير لحضرتكم شكرا، جدا، مساء الخير يا دكتور حاتم، أهلا أهلا وسهلا وسهلا الفل. بحضرتك، كل سنة أهلا وحضرتك بيكم. إيه طيب رأيك في وشك. البرنامج إيه، نستمر ولا إيه؟ لا لا برنامج جميل جدا جدا جدا، وانت حاول تطرق الموضوعات اللي هي زي ما انت عارف اللي هي يعني سلط الضوء على حاجات مهمة جدا للمربي، وعشان نقدر نهتم بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة يا دكتور حاتم، وموفق ان شاء الله وربنا كده يكرمك، وانا سعيد جدا 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 بحاجة زي كده بصراحة. الله يخليك يا دكتور، انا بهتم قوي بالفيدباك وان انا اسمع من اساتذتي وزمايلي رايهم ايه ونعدل ازاي، وبنتبع مبدا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فانت خير من يتحدث في التغذيه الصحيه للحمام. شكرا يا دكتور، شكرا شكرا لحضرتك، شكرا 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 يا دكتور حاتم، وتحت امر حضرتك. شكرا الله يخليك، شكرا امر الله. شكرا يا دكتور. قول لي يا دكتور، المرة اللي فاتت في متصلة سألت وقالت إن الحمام بتاعها طلع له حبوب تقريبا، وحضرتك قلت لها إن ده جدري، إيه الجدري ده، بيطلع الحمام إزاي، وفي طرق للوقاية ليه ولا لأ؟ والله الجدري ده مرض فيروسي، وفيه شكلين اتنين بيظهروا لما المرض يجي، بيطلع حبوب. الحبوب ده هي بتطلع في الانفيزرد بارتس او الاجزاء الغير مغطاة بالريش، ولما يكون شديد يطلع في اللي فيها ريش واللي ما فيهاش ريش. بتحصل المشكلة لما يحصل ان الحبوب دي تيجي حوالين العين في الجفون، فبالتالي بتقفل العين فما بيقدرش الحمام ياكل. فيه كمان صورة تانية اللي هي اسمها الديفسريتك فورم، اللي هي بيكون غشاء داخل تجويف الفم البلعومي، ودي الصورة التانية للجدري. في ناس، في بقى في حاجة عاوز احذر الناس منها، طبعا الجدري ده لما يجي ممكن نعالجه. من احسن حاجه نعالجه بيها اللي هي خليط من صبغه اليود والجليسرين بنسبه 1:4، يبقى 1 صبغه يود و4 جليسرين. لو قلنا سنتي سنتي مكعب صبغه يود يبقى 4 سنتي جليسرين، وبعدين بن 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 بنغير على الحبايه من بره ماشي، وبعدين بنكرر دي يوميا لمده 4 ايام، ان شاء الله بيختفي. في ناس بقى بتعمل مصيبه كبيره اللي هي ايه بقى، بيقوموا جايين بيموس ويقشطوا الحبايه دي او يشيل القشره بتاعتها. لما بيشيل القشره بتاعتها بيحط عليه ملح وليمون، الفيروس بيتعالج كده، ولكن المصيبه انه لما شال القشره ده هي حصل عدوى في المكان، والفيروس البوكس ده او الجدري ده هو شديد الضراوه، ممكن يعيش لحد 10 سنين، عمل عدوى عنده. كل ما ربي حمامه يجيله. يبقى هنا انا بحذر الناس من ان هم يشيلوا القشره بتاعت الجدر دي، لا هتشيلها صحيح وتحط ملح وليمون هيخف، ولكن عندك عدوى مستمره. اي حمام هي ايه هياخد العدوى دي تاني، فلازم سيب القشره موجوده، غير عليه بصبغه يود وجليسرين بنسبه 1:4. وفي تحصين كمان للبوكس زي اي مرض فيروسي بنحصنه قبل ما يجي، زي شلل الاطفال مثلا كده في الانسان، لو ما حصلناش يجي ماشي، ولما يجي بقى ما يتعالجش، يعني المفروض زي ما هنتكلم بعد كده. فاذا التحصين بتاعه ده مثلا بحوالي 40 جنيه بيكفي 100 طائر بشوكه، الشوكه بتحط في سولفنت او مذيب، وبعدين تحط في التحصين بتاع البوكس، وبعدين في الوينج ويب اللي هو غشاء الجناح، يبقى بنلفت الجناح كده فبيبقى في غشاء طيه جلديه كده بين الجناح والجسم ماشي، بنحط الشوكه فيها كده، يبقى كده حصلناه. تمام، بدي مناعه لست شهور. لسه هنكمل مع الدكتور وهنكمل مع تربيه الحمام، ولكن نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا مره تانيه ولسه بنتكلم عن الحمام والامراض اللي بتيجي للحمام. قول لي يا دكتور، في امراض تانية غير الجدري ممكن نتكلم عنها؟
في مرض فيروسي، نقفل بقى الامراض الفيروسيه. اخطر مرضين فيروسيين هم الجدري، والاخطر منه كمان اللي هو النيوكاسل، واللي من عيلته البراميكزو فيروس. فالبراميكزو فيروس ده والنيوكاسل بيعملوا اعراض عصبيه واعراض تنفسيه. فالاعراض العصبيه بتبقى اخطر، والناس بيسموها الروشه، او لانه الحمام بتقعد تلف كده وما بيتعالجش بقى بيموت خلاص. فاذا ده له تحصين، زي اي مرض فيروسي بيبقى له تحصين. التحصين بتاعه بيبقى في ميه الشرب هيتشنر في عمر اسبوع وفي عمر 17 يوم، وبعد كده هيبقى من عمر شهر هياخد الانكتيفيتد او الغير النشط، بيديله مناعه لمده من 6 ل 9 شهور، والاضمن 6 شهور، ونكرره كل 6 شهور عشان ما يجيلناش. لو جه بقى ده كده خلاص مش هيتعالج، بل لو احنا ما حصلناش والمرض ده جه مش هيتعالج. محدش بقى يقول الحمام بيعيا كتير وكلام، احنا اللي ما حصلناش. زي طفل ما خدش تحصين شلل الاطفال او الجدري يوم يجيله. ده طلع دكتور تربيه الحمام دي مش حاجه سهله ولازم لها عنايه يعني كبيره. ما هي طبعا لازم لها عنايه. وبعدين انا اقول لك على حاجه، التربيه الاقفاص اللي احنا قلنا عليها دي بتقلل امراض كتيره جدا. لان ايه؟ ليه بقى؟ انت لما بتربي في التربيه العاديه في الحظائر والكلام من ده وكده، الميكروب بتاعه موجود. الحمام لما ينقر من الارض لو في واحد مصاب التاني بياخد منه، انما في الاقفاص معزول والبراز معزول عنه خلاص. فاذا مفيش عدوى بتنتقل. يبقى التربيه في الاقفاص اللي احنا قلنا عليها الاربع ادوار دي، اولا مش هنفقد الحمام بانه يطير وما يرجعش، مش هنفقد بيض الحمام اللي هو ما بيبيضش في العش بتاعه، مش هيبقى فيه امراض ناتجه عن الفرشه اللي هي الارضيه، لان السليم بينقر مثلا ممكن قد يكون في البراز بتاع المصاب يوم ينتقل له العدو. ماشي. سهل التطهير والحاجات دي كلها والكنترول على المرض. بس احنا دلوقتي بنتكلم بندي فكره للناس عشان يبقى احنا عارفين ده هيتحصل له. هيتحصل. تمام. كلمني بقى عن الامراض البكتيريه. الامراض البكتيريه للحمام فيه مرض، ومرض خطير اسمه مرض الببغاء او اورنيسوزيس ستاكوزيس انفكشن. والاورنيسوزيس ستاكوزيس ده هو بيسببه ميكروب اسمه كلاميديا ستاسي. الكلاميديا ستاسي دي بتعيش داخل الخليه، يعني صعب في علاجه. الكلاميديا ستاسي ده هي بتيجي تعمل اعراض تنفسيه شديده. ماشي. دلوقتي هي بتستجيب للكلورو تتراسايكلين والاوكسو تتراسايكلين، والافضل ان احنا نعمل مزرعه بكتيريه عشان نشوف انسب مضاد حيوي يشتغل عليها. خطورة الكلاميديا ستاسي او الستاكوزيس اورنيسوزيس او مرض الببغاء ده هو لو بيعمل اعراض تنفسية جديدة، انه مرض مشترك زونوتيك ديزيز، يعني يتنقل للانسان ويتنقل لمين اكتر. في يعني ناس ممكن الحمامة تعيا فتعيي صاحبها. انا أيوة اول مرة اسمع. أيوة في المرض ده بالذات. طب وده في الحمام بس ولا عموما في الحيوانات؟ في اي مربي في حيوان في علم، وفي قسم اسمه قسم الامراض المشتركة عندنا في الكليه، في كليه الطب البيطري، في قسم الامراض المشتركه. يعني في حوالي مثلا، يعني اقول لك مجاز كده، اكتر من 30 40 مرض في الحيوانات المختلفه ممكن يتنقلوا للانسان. ما احنا قلنا، فاكره لما قلنا الاول الطب البيطري صحه، لان الطب البيطري هيقي الانسان من خطر الامراض المشتركه اللي بتنقل له من الحيوانات اللي في مزرعته او الحيوانات الاليفه اللي بيربيها في بيته. بس لازم نعمل فقره عن الموضوع ده لانه مهم. انا شخصيا ما كنتش اعرف حاجه. هنعملها يعني. بس احنا تعرضنا ليها المرض ده الاورنيسوزيس. شوف بقى، في ناس عندها عاده انها ايه، زي ما تكون بترد الجميل للحمام انه بياكل صغاره ببقه. في ناس بتاكل الحمام ببقها. ده غلط. ايوه، ما ياخد العدوى دي، هياخد العدوى دي من الحمام. وده هيعمله. بشوف برضو اللي بيربوا كلاب على طول وقطط برضو. نقول حاجة، انا عاوز اقول حاجة، لو الحيوان سليم اوكي مفيش مشكلة، انما لو مصاب هينقلك. طب انت ليه تأكله ببقك؟ يعني انت هو بيأكل زغليله ببقه يعني. محبة يا دكتور، محبة. ما هو محبة، ما ضيعش نفسي، فاهماني؟ ما عادي ما أكله بإيدي يعني. يعني ايه بقى احط بقي في بق الحمامة يعني؟ دكتور كلمني بقى عن مرض التهاب السرة. ايه مرض التهاب السرة ده؟ والله مرض التهاب السرة ده بيجي في الزغاليل، وبعدين طبعا لازم احنا نهتم بالزغاليل لان ده هو الانتاج، لان بعد شهر هتباحه واكله. ماشي. فتخيلي بقى ان الحمام يبيض ويرقد على البيض
وبعدين يطلع لك الزغاليل، وبعدين هتيجي تاكلي يقوم يموت بسبب التهاب السره ده. يبقى لازم انا ابص على سره الحمام، واذا كان فيها الالتهاب ده هو بحط له مضاد حيوي في ميه الشرب، وبغير على السره بصبغه يود وكده. وطبعا الحكايه دي هتبقى سهله جدا واكثر نظافه واكثر صحه في حاله ايه؟ في حاله ان انا مربي في اقفاص، مش في الارض ومش في بنيه، مش في النظام القديم اللي هو الميكروبات بتكلبش فيه. دكتور انا كنت حابه تربيه الحمام، وكنت هفتح مشروع بعد الامراض الكتيره اللي انت قلتها لي دي. انا خلاص الموضوع اتغير بالنسبه لي لا خلاص. انا اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي وانا لما بعمل احتياطاتي ده وحش؟ مش وحش، اما بعرف الحاجه وعلاجها من الاول ابقى مستنيها، يبقى اذا انا هاخدها في الاول. الوقايه خير من العلاج. وبعدين احنا بنقول الحاجات دي كسيرفي او كمسح شامل، ماشي؟ انما مش كل حاجه هتحصل في كل الوقت. انما انا دلوقتي بقول ايه اللي ممكن ابعد عنه من خلال التربيه في اقفاص، ايه اللي ابعد عنه من خلال التحصين، ايه اللي اكتشفه على طول ويتعالج، ماشي؟ ايه اللي يخليني ما يحصلش عدوى مستمره في القطيع بتاعي. كل دي احتياطات انا بعملها. وبعدين انا مش عاوز اربي شويه وكده، ده انا كلفت واشتريت. لما بنيجي نقرا عن الامراض في مصطلحات كبيره كده بتقابلني، فانا عايزه ابسطها لمربي الحمام. زي مرض اسمه المايكوبلازما. ايه مرض المايكوبلازما ده يا دكتور؟ مرض المايكوبلازما ده هو مرض بكتيري ايضا، وبيعمل اعراض تنفسيه، وبرضه بيستجيب بالمضادات الحيويه، ولكن هو اقل طبعا في الضراوه بتاعته عن النيوكاسل والبراميكزول اللي ما بيتعالجوش، وعن الجدري، ولكن طبعا ده احد الامراض البكتيريه يعني. تمام ماشي تمام في امراض تانية ولا خلاص كفاية كده؟ لا هو في مرض تاني اسمه الترايكومونس. الترايكومونس ده هو بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ليجون او اصابه في الفم والبلعوم، بتبقى حتت كلاكيع كده زي الجبنه، بتسد مجرى التنفس، بتلاقي الزغاليل فاتحه بقها كده اهو عشان تاخد النفس، ماشي؟ وممكن تموت لو سبناها. احنا لازم نشيل دي ونغير عليها برضو، ونحط مضاد حيوي. بص بقى، المرض ده من امراض البروتوزوا. البروتوزوا ده اللي هي الحيوانات او الميكروبات وحيده الخليه، وحيده الخليه زي الاميبا والانتاميبا كده. فاذا البروتوزوا ده، عارفه انت الاميبا والانتاميبا بتستجيب لايه في الانسان؟ في الفلاجيل او المترونيدازول. فالزغاليل بيجي فيها المرض ده، فاحسن علاج ليها هنجيب الفلاجيل البشري ده، هو بيبقى بتاع الاطفال ده هو محلول، اجيب اديله، وفي قطاره اخد املى نص القطاره واحطها للزغلول في بقه، ماشي؟ واكرر الحكايه دي يومين ثلاثه بيخف واستجيب للعلاج. بس اخلي بالي افتح البق، لو هي سدت نفس اشيله بملقط او بحاجه او بايديا لو في جوانتي. تمام ماشي. قولي بقى الحلقه الجايه هنتكلم عن ايه؟ خلصنا بقى اتكلمنا عن الحمام. الحلقة الجاية طبعا احنا هنتكلم عن اللبن وسلامته، والزبادي والجبنة، وهنتكلم عن بحث علمي خاص بالصحة والجمال عن حاجة اسمها أوميجا 3. زي ما قلنا احنا بنتكلم على كواليس البحث اللي هي ايه اللي خلى الباحث يعمل البحث ده، ايه المشكلة اللي ايه الأوميجا 3 دي بقى؟ يعني مش دي عايزين هتفيد، نحرقها. يعني في هتفيد الانسان، في الانسان، في الانسان. الاوميجا 3 ده مركب مسؤول عن النشاط والحيويه والجمال. بس طبعا هناخد المعلومه من اصحابها، من اللي قامت بالبحث، ماشي؟ ولما تكون واحده قامت بالبحث والبحث ده بيفيد الجمال، والستات طبعا بتهتم بالجمال، الجمال ده طبيعي، بس نشوف احنا ان دي طبعا الكواليس البحث دي عباره عن المشكله اللي اراكت البحث وخلته يفكر في الموضوع ده بالذات ويقوم بيه، وبعدين النتائج المبسطه اللي هنديها للمشاهد في صوره ارشادات وتنبيهات. وده طبعا هنشوفه ان شاء الله الحلقه الجايه. في بحثين والاثنين عاملينهم ستات عندنا في الكليه في قسم البايوكيمستري او الكيمياء الحيويه. تمام، في حاجة تانية عايز تقولها عن الحمام ولا نختم كده عن الحمام؟ والله الحمام طبعا لما الناس تستفسر احنا معاهم.
يعني احنا كده هنيجي مثلا اي حد عاوز حاجة هنقولها له، سواء بقى على الصفحة او اذا ربنا وفقنا وعملنا رقم تليفون نرد على استشاراتهم مثلا، وطبعا هنعلنهم بعد كده في الحلقات الجاية او كده، بس كنا لسه في الاول طبعا بيهمنا الناس تشوف السكوب بتاعنا او المجال اللي احنا بنتكلم فيه كبيور فيت، والمربي صغير واستعادة الاسرة المنتجة او القرية المنتجة، وان الناس يعني انت عارفه بص لما الدنيا غليت بقى وبعد التعويم وكده، انا كاستاذ في الجامعه هو قلت حاجه من اتنين، يا زود دخلي يا رشد استهلاكي. بالظبط. معانا دكتور عبد الرحمن الباجوري عميد كليه طب بيطري جامعه المنوفيه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. استاذنك نوطي صوت التلفزيون وتسمعني؟ حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. ايه رايك يا دكتور؟ مبسوط ان اخيرا الاعلام بقى بيسلط الضوء على الطب البيطري؟ والله طبعا اولا بمس على الدكتور حاتم وبمس على حضراتكم. اشكرك. وطبعا ده الحقيقه اتجاه رائع يعني، وانا مبسوط من طبعا من الدكتور حاتم وحضراتكم ان انتم تتبنوا القاء الضوء على الانشطه المختلفه للطب البيطري الحقيقه. يعني الطب البيطري مش حكايه علاج وكده. الحقيقه الطب البيطري يمكن الدكتور حاتم عارف الكلام ده، بيطرق ابواب كثيره جدا جدا، بدايتها هو خط الدفاع الاول عن صحه الانسان عن طريق صحه الاغذيه والاغذيه المختلفه يعني. والمشاريع المنتجه يا دكتور والقضاء على البطاله، يعني لو الناس اهتمت بالحيوان هتبقى الحياه كويسه يعني. طبعا هو الحيوان هو ثروه في كل الاتجاهات، سواء كان انتاج البان، انتاج لحوم، جلود، الحقيقه حتى في المذابح في المسالخ يعني، او اللي هي السلسلات يعني او المجازر، حتى اللي بيطلع منه الدم الفرس اللي بيطلع صحيح. كل ده بيتحول الى مواد نافعه وتخش في علاج وتغذيه الحيوان والدواب. في اقتراحات من حضرتك نتكلم فيها عن البرنامج في البرنامج؟ والله انا ما قلت زي ما قلت لحضرتك ان هو الطب البيطري مش موضوع يعني، الدكتور حاتم نتكلم على الدواء الحمام بصفه عامه او الطيور يعني، والامراض بصفه والامراض المختلفه يعني. طبعا في اتجاهات اخرى كمان اللي هي الاغذيه وصحه الاغذيه، وده شيء عظيم جدا بالنسبه للالبان اللحوم. المره الجايه ان شاء الله، الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله، من ناحيه طبعا الامراض اللي ممكن تنتقل للانسان عن طريق الاغذيه، الغذاء السليم او الصحيح، التغذيه السليمه بالنسبه للانسان، حاجات ان شاء الله مهمه جدا. وفي نفس الوقت فيه كمان استخدام اللي هي الطرق الحديثه في تشخيص الامراض، ودي خلاص خدت اتجاه عالي جدا جدا وتطور غير عادي في تشخيص الامراض في الطب البيطري بصفه خاصه يعني. تقول ايه بقى دكتور حاتم؟ هو طبعا حاتم يعني احنا تزامنا فتره كبيره في الطب البيطري بنها، جامعه بنها كانت الاول جامعه الزقازيق فرع بنها، ويمكن انا من اول المعيدين اللي اتعيننا في كليه الطب البيطري، ويمكن انا يعني مش عارف ده لسه الدكتور حاتم ولا لا، ما اعرفش هو فاكره ولا ايه. اه طبعا فاكر يا دكتور. يعني عاش ينسى الايام دي. لا ايام جميله عاش يعني، احنا كافحنا فيها الصراحه، كان لسه كلها في بدايتها. بتحب الجامعه بتاعتك يا دكتور وبتحب الطب البيطري؟ انا الحقيقه انتمي لاربع جامعات ما شاء الله. انا خريج جامعه القاهره. لا انا بتكلم عن الطب البيطري بوجه عام يعني. لا مش انت قلت له جامعات بقى مهله قصدك او للتخصص. لا انا بعشق الطب البيطري حقيقه، حتى يعني يمكن بقول للطلبه بتوعي بقول لاولادنا، حتى انا عميد كليه الطب البيطري جامعه المنوفيه، بزرع فيهم حته ان احنا لينا دور اساسي ولينا دور مهم طبعا طبعا، ولازم نهتم بمهنتنا ونرقى بيها، عشان احنا بنقدم يعني دور او لينا دور مهم جدا جدا، هو حمايه صحه الانسان عن طريق ان احنا مقاومه الامراض اللي ممكن توصل عن طريق الاغذيه عن طريق الحيوان. في طبعا اكثر من 1000 مرض مشترك بين الانسان وبين الحيوان. انا لسه عارفه المعلومه دي من الدكتور، ولازم نخصص حلقه ليها يا دكتور بعد اذنك. اكيد حلقات اولا سعداء ان احنا نبقى معاكم، وفي نفس الوقت احنا من يهمني قوي ان البرنامج ده ان شاء الله يبقى ينال يعني الشهره الكافيه ليه والانتشار ليه، لان ده بيلقي الضوء على مهنه ساميه جدا هي مهنه الطب. شكرا يا دكتور عبد الرحمن، اهلا بيك في البرنامج، وكنا عاوزين نسال حضرتك يعني لو الناس لحد ما نكمل في الحلقه الجايه عاوزين بالنسبه للبن وكده والاحتياطات اللي ياخدوها
وازاي يقي نفسه واولاده من بعض الناس اللي هي ممكن تغش اللبن وكده يعني. وحضرتك عارف دكتور حاتم ان احنا الدور الرقابي، احنا طبعا قسم رقابه السعال الاغذيه بصفه عامه سواء الالبان او اللحوم، وده بالنسبه لنا اللي هو الدور الاساسي، يعني ان احنا نوصل للمستهلك غذاء امن اللي هو السيف فود، بحيث ان هو يبقى يديله القيمه الغذائيه المناسبه، وفي نفس الوقت يحميه من اي ملوثات او امراض او كيماويات او اي شيء اخر يصل اليه ويأثر على صحته بالسلبي يعني. تمام يا احنا دكتور. عندنا جاهزين وتحت امر حضراتكم ان احنا ندي ارشادات للمستهلك او المنتج في نفس الوقت برضه، بحيث ان احنا ننتج غذاء امن للمستهلك باذن الله. اكيد يا دكتور. وفي ناس من قرايبي بيتعبوا لما يشربوا لبن، فبيقولوا طب احنا كده ما بنفقد القيمة بتاعة اللبن بسبب ان احنا بيجينا مشاكل هضمية لما نشربه، فهل في حل لكده يا دكتور؟ والله بالنسبه للناس، في بعض الناس فعلا لما تشرب لبن بيجي لها تعب، لان هي فيها عندها نقص انزيم اسمه انزيم اللاكتيز انزيم، اللي هو بيكسر اللي هو اللاكتوز او سكر اللبن. اللبن فيه سكر واحد اللي هو سكر اللبن اللي هو اللاكتوز. في بعض الناس ما بتقدرش تهضمه. دكتور انا لما بشرب الصبح نسكافيه باللبن بتعب، هل ده ليه علاقة؟ ما انا بقول لحضرتك بالنسبه للبن، اللبن لا والله بجد. اللبن هلا انا عندي القولون، هل ده ليه علاقة بالموضوع لا، ده؟ القولون ده موضوع خاص بيبقى مع حاجات كتيره ثانيه، يعني مش شرط اللبن بس او هو لبن او اللبن لبن. غلط لمرضى القولون؟ لا، هو اللبن من اسهل الاغذيه للهضم، لكن في بعض الناس اصل مصر كلها دكتور دلوقتي عندها القولون العصبي. العصبي بقى ده موضوع الموضوع صعب. لا موضوع تاني، يعني هو برضه طبعا يعني مش عايزين نتطرق للتنشن اللي موجود بعض في بعض الناس أكيد او ظروف الحياه او الضغوط او يعني بننصح الناس برضه ان هي تخفف عن نفسها، يعني عشان برضه ما تاثرش صحيا، لان يعني الحياه ان شاء الله تبقى بسيطه، والناس يعني تحاول يعني الامور تبقى يعني مش كل واحد يقعد على اعصابه وكل واحد هيتعب. طب ما هيتعب يبقى يعني. بالظبط يا دكتور. انا كنت عايز اقول اللي بس بيتعب من معلومه اللبن حلوه. ممكن ياكل زبادي. انا كنت لسه عايز اقول المعلومه ان طبعا حضرتك لما الناس اللي عندها نقص في اللاكتوز انزيم دوت، فاللاكتوز ما بيتكسرش في جوه الجسم، فبيعمل عمليه اللي هي الفرمنتيشن ويطلع الغازات واو الى اخره. طبعا بنستعيد عن الكلام ده زي ما حضرتك قلت بان هو ياكل زبادي، على اساس ان في نسبه لاكتوز قليله، لان نسبه اللاكتوز اللي موجوده اساسا في اللبن لما تبقى في الزبادي بتتحول الى لاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك، فبالتالي ما بيبقاش فيه لاكتوز كتير، وبالتالي ما يعانيش من الكلام. فبننصح الناس اللي بتتعب من موضوع اللبن ده يعني تتحول للزبادي يعني، وهو هو شكرا نفس القيمه الغذائيه. شكرا دكتور عبد الرحمن. يعني ايه، هتشرب نسكافيه بالزبادي ولا هتعمل ايه بس؟ شكرا يا دكتور عبد الرحمن، وان شاء الله لينا لقاء في موضوع اللبن ده. شكرا دكتور عبد الرحمن. معانا شكرا دكتور ابراهيم البرعي رئيس قسم امراض الدواجن بكليه الطب البيطري جامعه بنها. مساء الخير يا دكتور. دكتور ابراهيم سامعني؟ دكتور دكتور ابراهيم، ابراهيم فين يا جماعه؟ الو. ايوه السلام ازيك يا عليكم. دكتور الله يسلمك. كلمني عن رايك في البرنامج، بتتابعنا؟ ده حاجه جميله جدا وحاجه ممتازه جدا. اشكرك. قول لي بقى عايز تقول ايه لدكتور حاتم؟ مثلي عليه. مساء الفل يا دكتور. مساء الخير يا دكتور حاتم، ازي حالك؟ الله يخليك، الحمد لله تمام. هو الكلمتين اللي انا قلتهم على الحمام وامراضه، طبعا انا مش بايونير في الموضوع ده، يعني انت عارف ان انا بتاع اناتومي وكده، بس يعني لا يفتى والبرعي في المدينه يعني. فشوف بقى الكلام اللي انا قلته صح ولا عاوز تصححه ولا تضيف عليه حاجه للساده بما ان حضرتك رئيس قسم امراض الدواجن، يعني كلمني عن الامراض اللي بتيجي للحمام وبتكتر في فصل الشتاء. والله هو الامراض الحمام والحمام يعني يكاد يكون بيصاب بكل امراض الدواجن، لكن برضه في بعض الامراض بتبقى متخصصه في الحمام يعني، او بتصيب الحمام بصوره اكبر من بقيه الطيور وكده. فطبعا في امراض بتبقى امراض فيروسيه، وفي امراض بكتيريه بتصيب الحمام، وفي امراض طفيليه. من اشهر الامراض الفيروسيه اللي بتصيب الحمام، بص هو الدكتور اتكلم في كله ما عدا الطفيليه دي، ممكن تقول لي ايه الامراض الطفيليه؟ الامراض الطفيليه في حاجه اسمها الترايكومونياسيس، او بيسموه الجماعه اللي بيربوا الحمام اللي هو الجص. جص
فده ده من ضمن الامراض اللي هي اللي يعتبر بروتوزوا وبتصيب الحمام، وخصوصا الزغاليل اللي هي الاعمار الصغيره في الحمام. يمكن الحمام الكبير بيبقى حامل للعدوى لكن ما بتاثرش فيه، يعني بيبقى حامل للعدوى لكن ما بيبانش عليه اعراض، ولا اعراض ظاهريه ولا اعراض في اثناء التشريح الحمام. يعني المرض ده سببه طفيل اسمه او بروتوزوا اسمه التريكومونس جليني، بيعمل زي تنقرصات في وتجبنات في الـ في الـ في الـ في الزور وفي الحلق وفي فم الحمام الزغليل الصغيره، وبيتنقل دايما عن طريق الام. يعني الاب والام هم اللي بينقلوا وهم بيعملوا عمليه فيدنج او تاكيل الحمام الصغير ببقهم. يعني الحمامه الكبيره بتجيب الاكل وتديه ببقها للحمامه الصغيره، فبتاخد منها دايما العدوى. ده اللي الدكتور اتكلم فيه. في حاجه تانية حضرتك حابب تقول تضيفها يعني؟ لا والله، هو ده اشهر الامراض اللي هي الطفيليه اللي بتصيب الحمام. تمام، شكرا دكتور ابراهيم. دكتور ابراهيم، معلش يعني هنوجع دماغك ونتصل بيك كل ما يجي لنا سؤال ما احناش عارفينه. انت بقى بتتابعنا تبقى تتدخل عشان تلحقنا، يعني عشان نلبي احتياجات المشاهدين من ان هم يسمعوا الاجابه من متخصصين، ونعتبر ان البرنامج بتاعنا ده منبر العلماء المتخصصين في الطب البيطري، وبنعظم مبدا او قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. شكرا دكتور ابراهيم. شكرا دكتور ابراهيم. قول لي يا دكتور بقى في ختام الحلقة، تحب تنهي بإيه عن الحمام؟ والله الحمام طبعا هو فيه حاجات كتيرة قوي. بما أننا بنتكلم آخر على كلمة حاجة يا دكتور. آخر كلمة على الحمام. على جدوى اقتصادية، فاحنا اتفقنا إن التربية في الإقفاص أحسن حاجة. تمام. عشان المرض مش هيتنقل وكده، والتحصينات عشان ما يجيلناش المرض، وبعدين المكسب أن 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 هنتابع الحمام ده هو ونسوقه، وبعدين ممكن نربي حمام الزينه كمان، الهزاز والشقلباز والحاجات دي، علشان دي بيبقى سعرها اعلى وكجدوى اقتصاديه. تمام. ويبقى مشروع متكامل، ونبقى فعلا حلينا مشكله البطاله. الواحد ما بيشتغلش وقاعد على عنده مثلا 40 50 جوز شكرا حمام. شكرا دكتور حياتي. هيبقى كده اوكي، يقدر يجيب له دخل كويس. شكرا، واشوفك الاربع الجاي في بيورفيت. شكرا. شكرا لله. شكرا.